احنا يا احب نشكر الرب ونحمده في كل ان، في ساعات الراحه والفرح، وفي ساعات الشده والضيق، في كل وقت. حكمه الرب اكبر من معرفتنا نحن البشر. حدث ما حدث في الايام الماضيه، الزلزال الذي ضرب في مناطقنا، وللاسف توفي الكثيرون وتضرر الكثيرون، وهناك الآلاف من الجرحى والمشردين واللي تركوا بيوتهم، ولذلك قلوبنا وصلاتنا من أجل راحة نفوس الذين قضوا بهذا الزلزال وانتقلوا، صلاتنا من أجل شفاء كل الجرحى وإنقاذهم، صلاتنا من أجل أهاليهم، من أجل كل الناس وكل العالم، حتى الرب يبلسم قلوبهم ويعطي تعزية وقوة للجميع. صلاتنا أيضا من أجل كل فرق الإنقاذ والممرضات والأطباء وكل الفريق اللي عم يعمل لإنقاذ أولئك المتضررين بهذا الزلزال. الأضرار كثيرة على الجميع، الوفيات كثيرة، الجرحى كثر، ولذلك نحن ككنيسة إلى جانب كل الأيادي البيضاء من دول ومنظمات دولية وغيرها اللي عم تسعى حتى تساعد بكل الذين هم بحاجة إلى مساعدة نتيجة هذا الزلزال، أيضا نحن ككنيسة أنطاكيا، كبطريركية أنطاكيا، إلى جانب أبنائنا نسعى ووضعنا ونضع كل جهودنا وكل قوانا. وبتشكر هون بالمناسبة كل أبنائنا في الوطن وفي بلاد الانتشار جميعا اللي عم يساعدوا ويدعموا هالعمل الإغاثي. نحن شكلنا لهذا الأمر هيئة إغاثة عليا الطارئة في الدار البطريركية في دمشق، وأيضا هنا في دير البلمن، وذلك لمعونة من هم بحاجة إلى عون ومساعدة الجميع. إن شاء الله نقدر نكون إلى جانب كل المتضررين وإلى جانب أبنائنا في هذه المحنة القاسية والمحنة الصعبة. وهذا لنا رجاء ودعاء. إذا أردتم أستطيع أن أقول من هذا الدير الشريف المقدس في هذا اليوم الأحد المبارك بعد انتهاء القداس الإلهي، بهذه المناسبة أن نرفع نداء مجددا إلى كل العالم، حكومات ودول ومنظمات وهيئات دولية وشعبنا أينما كان وكل فاعل خير، لأن هذه مأساة إنسانية، هذه كارثة نكبة إنسانية بمعنى الكلمة. آلاف القتلى، آلاف الجرحى، تهدمت وتصدعت البيوت والبيوت والبيوت، ما في مآوي لكثيرين. فهذا عمل أيضا، هالعمل الإغاثي هذا ما بيخلص فقط بيوم واثنين، هذه مسيرة ما بنعرف قديش ممكن تأخذ من وقت ومن زمن. فالرب يحميكم ويحمي العالم أجمع. ونحن في القداس الإلهي الذي أقمناه على هذه النية وعلى هذا الرجاء، أن ترحم نفوس موتانا، وأن تشفى أيضا، يشفى جميع الجرحى والمرضى. والرب يحميكم ويعزي الجميع ويقوي الجميع.